بني مسجد سلطان الصالح أيوب عام 1243. تصميماته المعلقة ومئذنته بطابعها المملوكي تجعله تحفة معمارية قد لا تجد لها المثيل كثيرا. ونتيجة لقربه من مديرية أمن المنصورة ومن ثم موقع الانفجار، تطيرت جميع نوافذه الأثرية، وتطيرت معها أجزاء من التاريخ لا تجد من يعيد ترميمها. المسجد ده بعد التدمير اللي حصل في المنصورة اتحول لمغارة زي ما انتوا شايفين حضراتكم، وجهاته كلها اتدمرت. الإزاز الملون اللي عمله أحسن صناع مصريين في ذاك الوقت اتحول لحاجة شبه مفقودة بالنسبة لنا. في يوليو الماضي وأثناء زيارة وزير الآثار للمسجد كانت المفاجأة، وهي أن أثرا كهذا لم يكن مسجلا بوزارة الآثار أصلا. مبادرة أنقذ تراث المنصورة طالب أعضاؤها الوزير بتسجيله، شكل الأخير لجنة لدراسة الأمر، وهو ما لم يتم أيضا حتى الآن، ما يجعل أثرا كهذا خارج إطار التاريخ المصري. احنا هنا اهل المنصوره عملنا مبادره ان تسجيل المبنى ده اثر، لان المبنى ده قيمته تاريخيه كبيره جدا، ولغايه دلوقتي للاسف لسه ما اتسجلش كاثر. مسرح المنصوره القومي وقف عليه يوما يوسف وهبه وام كلثوم وغيرهم من كبار فناني مصر. حاله لم يختلف عن حال جاره المسجد، اعمال الترميم فيه توقفت قبل ان تبدا، وهذا على عكس حال جارته مديريه الامن التي تسير اعمال الترميم فيها على قدم وساق. اشمعنا دلوقتي رمموا مديرية الأمن بالدقهلية وسابوا المسرح القومي اللي هو يعتبر رمز للثقافة في الدقهلية وقف عليه أم كلثوم وقدمت عليه حفلتين، ووقف عليه الشيخ سلامة حجازي، ووقف عليه فؤاد المهندس الوزير السابق السيد جابر عصفور، وعدنا إن المسرح في خلال 6 شهور أو سنة بكتيره يتم ترميمه. دلوقتي ما فيش أي حاجة حصلت رغم جرينا. الكثيرون يثمنون الاهتمام بمؤسسات حفظ أمن المواطن، لكن التراث التاريخي لا يقل أهمية، أو هكذا يقولون. أمن مصر وتاريخها لا ينفصلان.